في هذا الفيديو نتحدث عن طريقة قانونية وشرعية وأمينة، يعني عن طريق هذه الطريقة إذا تعملون تزيد عنكم مشاهدات والاشتراكات كثيرة وحتى ربح من قناتك، يعني كيف تزيد عدد المشاهدات عن طريق هذا الموقع. أنا حاط لكم الرابط بأول التعليق، وحتى أخليه بصندوق الوصف هون رابط دخول الجروب. انت اول ما تعمل اعمل رابط دخول زيادة المشاهدات، وبعدين ادخل على رابط جروب فيسبوك. ماشي، الخطوة الاولى مثلا انت بس اعمل هذا الشيء، شوف كلينك على هذا، نعمل كلينك على هذا الرابط الصغير قدامكم. ماشي، يفتح لنا هذا النافذة. ماشي، شايف هذا، تدخل على قناتك اي فيديو من قناتك انت اللي تختاره، مثلا او مثلا انا ادخل على اختار هذه الفيديو حتى اخذ رابط تبعه هون. هذا الطريقة تقدر تاخذ الرابط وننسخه. ماشي، هذا اخذنا الرابط، ندخل على الموقع. خطوات بسيطة جدا، شايف هذا الرابط كان طويل، وهسه يقصر الرابط، يعني يكون رابط صغير، هو يحول الرابط لرابط آخر. هذا الرابط نفس الفيديو قناتك، انت تعمل له كوبي. ماشي، تدخل على فيسبوك تبعك. ماشي، دخلت على فيسبوك تعمل له نشر، انت او تكتب اي شيء، مثلا اكتب اي شيء بعد الرابط ولكن اعطيه فاصل. ماشي، واعمل اللي تكتب اي شيء انت اللي تريده حسب الفيديو اللي عندك. هذا دخلنا على نشرت انا مثلا هذه الفيديو. ماشي، هلا حاليا نزل على فيسبوك. اي واحد يدخل على الفيديو فقط كلينج واحد ينتظر 10 ثواني فقط، خلال 10 ثواني يدخل على الفيديو تبعك. ولكن انت شو تعمل دايما، لحظة، يعني قانونيا دخل على قناتك باليوتيوب وما في اي مخالفات وما في اي شيء، حتى يتفرج على اعلانات، يعمل لك مثلا لايك اشتراك اي شيء، يعمل بانه شغلتك قانونية 100%، يعني ما يحتاج اي شيء، يعمل لايك يشترك يتفرج على فيديوهاتك، هذا بانه دخل قانونيا على قناتك. ماشي، خلي شوية بس انه هذا الطريقة يعني ما في اي مخالفات. حاليا شوف الفيديو الشغال حسب الاصول. ماشي، تقدر تقدمه، تقدر تأخره، مثلا تعمل لايك، تعمل أي شيء قانوني، ما في أي مشكلة. هاي النقطة الأولى، خلي نبعد هذا الفيديو، احنا نشرنا فيديو، أنت تقدر تنشر الفيديو، ولكن مثلا أنا بدي مثلا أنا أريد أعمل فيديو آخر، بس أنت شو تكتب مثلا؟ بعد الرابط اضغط على الفيديو انتظر 10 ثواني يفتح الفيديو، شكرا لزيارتكم. يعني بخلف كل الرابط هون انت تكتب هذا الشيء حتى الناس يعرفون، بانه ما يتصورون دخلوا على اعلانات على شيء، بانه يعرفون حتى انه دخلوا على موقع بانه يدخل على فيديو. طبعا هذا الطريقة بانه تقدر تنزل كل فيديوهاتك على فيسبوك بهذه الطريقة. انت كل ما عليك هو فقط تعمل تدخل على هذا الرابط انا اللي حاط لك بالاول التعليق وبصندوق الوصف، هذا اول رابط. الرابط الثاني هذا جروب فيسبوك، هذا كمان شغلته عجيبة، يعني يتغير عندكم كثير. انا اشوف هذا قناتي مثلا، هذا الفيديو عندي فيديوهات قبل انا نزلت تحت، هذا فيديوهات اللي قبل كان هو عن طريق فيسبوك، عن طريق ماسنجر، عن طريق يعني انستغرام، عن طريق كل الطرق انا حصلت على مشاهدات كثيرة. هذا اذا خلصت من هذا غيرت الرابط
احط فيديوهاتك مثلا تجربها كلها على هذه حتى تنزله، وبعدين ادخل على جروب فيسبوك، تضغط عليها جروب فيسبوك. ماشي، الطريقة الشرعية يعني ما في اي شيء، ما في اي مخالفة لا عن يوتيوب ولا على جوجل ادسنس ولا على اي شيء طريق، يعني انت هذا الطريقة الشرعية 100%، لا تخاف استعملها وتوكل على الله، ويزيد عندك المشاهدات والساعات والمشتركين وكل شيء يزيد ويزيد ويزيد يوم بعد يوم، ولكن يكون عندك شوية تطلب من اصدقائك بالفيسبوك بانه يتفرجون على الفيديو كمان ما في مشكلة، ولكن اذا باليوتيوب تقدر اعمل لي مشاهده واعمل لك مشاهده، نعمل جروب ونعمل جروب واعمل لي تبادل اشتراك، اذن كل مخالف للقوانين اليوتيوب، بس عن طريق الفيسبوك اطلب من الاف من الفيسبوك من اصدقائك خلي يدخلون ويشوفون فيديوهاتك شرعي 100%. اذا انت دخلت على هذا الموقع الجروب فيسبوك، كل ما هنالك انت تعمل انضمام الى المجموعه. ماشي، بس انت فاتح الفيسبوك تبعك، ماشي فاتح الفيسبوك، وكل ما هنالك انضمام الى مجموعه الجروب، انت تعمل اد عليهم، تدخل عليهم ماشي، وتنشر فيديوهاتك بهذا الجروب. ماشي، شوف الناس نازلين فيديوهاتهم كل جروب، هم يتفرجون على فيديوهاتك وانت تتفرج على فيديوهاتهم، هم يتواصلون معك انت تتواصل معه، يعني كلهم تبادل اشتراكات، يبعثوا لي الخاص، وهذا يعني انت تقدر بانه تضبط قناتك فقط من هذا الجروب ومن فيسبوك، وطريقة شرعية 100%. وانا انصحكم بانه تستعملوا هذه الطريقة كمان، هذا الطريقة بانه يزيد عندكم المشاهدات والمشتركين كثير، وتحصلون على 4000 ساعة مشاهدة، وتحصلون على 1000 مشترك بأسرع وقت. يعني بس تطبقوا هذني، بس انضم الى المجموعة، هاي النقطة. النقطة الثانية الجروب الاول، انت تعمل هذه الطريقة على كل الفيديوهاتك واحد تلو الاخر، يعني تجيب الرابط الفيديو فقط تدخل عليها، انا حاط لك تدخل على هذا. ماشي، اللي بعد يفتح لك هذا النافذة من اول شرحت لك، تخلي الرابط القناة واحد واحد، ورأسا تنسخ الرابط مرة ثانية وترجع على الفيسبوك مثل الطريقة الاولى اللي انا علمتك. بانه حاول بانه تستعملوا هذه الطريقة، بانه هذا الطريقة ينفعكم كثير. ان شاء الله اشوفكم بفيديوهات القائمة القادمة، ولا تنسونا باللايك والاشتراك. شكرا لكم، وحتى الفيديو الاخر ان شاء الله اشوف لكم اشرح لكم الفيديوهات الجاية اكثر واكثر حتى تنتبهون وتستفادون.